ونحذر بشدة من محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الاجتماعي الأكبر في ترشيح رئيس لمجلس الوزراء، أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيداً من التعقيد والإرباك في عموم المشهد. فلا نجاح لأي أغلبية سياسية إذا لم تراعي أغلبية المكونات المشكلة لهذه الأغلبية بعيداً عن الكسر بالشركاء. فمشهدنا السياسي لا يتحمل مجازفات ومغامرات جديدة، كفانا إضاعة للوقت وهدراً للجهود الخيرة. إن بناء البلد يتطلب تشخيصاً واضحاً لحجم التحديات ونوعيتها. إن بناء البلد يتطلب تشخيصاً واضحاً لحجم التحديات ونوعيتها، ويتطلب رؤية واقعية وفاعلة في كيفية المعالجة والشروع بها، إذ لا يمكن معالجة كل شيء في آن واحد، وعليه لا بد أن تتكامل الحكومات فيما بينها على إكمال ما تم الشروع به والتأسيس لمشاريع أخرى في ذات السياق ضمن أولويات البناء والنهوض بالبلد. وعليه أدعو جميع القوى السياسية في مجلس النواب ممن اختار المشاركة في الحكومة المقبلة أو المعارضة إلى إصدار وثيقة البناء الاستراتيجي للبلد، وإشراك المؤسسات الحكومية والمدنية في صياغة هذه الوثيقة، على أن تتضمن تلك الوثيقة مدداً زمنية ملزمة للحكومة التي يتم منحها الثقة النيابية ومحاسبتها على نسب الإنجاز. فالعراق مقبل على أزمات بيئية واقتصادية خطيرة جداً، اسمعوها مني، فالعراق مقبل على أزمات بيئية واقتصادية خطيرة جداً إذا لم نوقف تداعيات الانسداد السياسي الحالي ونبدأ بالنهوض بشكل عملي وواقعي. فهناك زيادة سكانية كبيرة في العراق مقارنة بالدول الأخرى، ولدينا زيادة سنوية كبيرة في تصحر الأراضي الزراعية، ولدينا ضغط كبير في البنى التحتية للدولة، وأهمها في قطاعات الصحة والتربية والتعليم. وإصلاح ذلك كله يتطلب وقفة مسؤولة من الجميع، فلا تستطيع أي حكومة مهما كانت قدراتها الفنية إنجاز ذلك من دون تكاتف سياسي لتحقيق أهداف وأولويات محددة.